يعطيكم العافية. اليوم نأخذ موضوع جديد في اللارافيل في البي اتش بي، واللي هو الاكسبشن هاندلنج. الاكسبشن هاندلنج موجود تقريبا في كل لغات البرمجة. طريقة الاكسبشن هاندلنج متشابهة بين كل اللغات، وحتى لو اختلفت في كي وورد معينة في شغلة معينة، لكن الطريقة تقريبا واحدة، اللي هي تراي كاتش او تراي اكسبت زي البايثون الى اخره. فهي نفس الطريقة بنفس الآلية. البي اتش بي بتعطيك كل الامكانيات الاساسيه للاكسبشن هاندلنج، انه انت تعمل تراي كاتش للكود عشان لو طلع في ايرور، انه انت تقدر تعمل اكسبشن خاص فيك غير الاكسبشنز الموجوده. طبعا بتقدم لك اصلا مجموعه جاهزه من الاكسبشنز، وبتقدم لك برضو البيرنت اكسبشن اللي هو الاكسبشن اللي بيشمل كل الانواع. برضو في البي اتش بي بتعطيك امكانيه انه انت تعمل ثرو اكسبشن يدوي. احنا بهمنا بس موضوع معالجة الكود، ان انا اعمل تراي كاتش. هذا موضوع اللي بهمنا من الاكسبشن هاندلنج في البي اتش بي. فخلينا نشوف مثال. لان لو انا في عندي كود، الكود هذا بيقول مثلا نمبر 1 مثلا 5، نم 2 او نمبر 2 25، وجيت قلت له هنا مثلا ريزلت بتساوي نم 2 تقسيم نم 1 ايكو ريزلت. طبعا النتيجة معروفة، راح تكون 5. 25 على 5 بتساوي 5. تمام. الان واحدة من اشهر الاخطاء او من اشهر الاكسبشنز في البرمجة القسمة 0، اللي هي اصلا رياضيا تعتبر خاطئة، وبالتالي برمجيا هتعتبر خاطئة. فلو افترض انه صارت في قسمة 0، جيت هنا مثلا قلت له اقسم على 0 وجيت عملت رن، هيطلع لي هذا الخطا على سبيل المثال انفينيتي، يعني طلع في عندي مشكله مثلا. من ضمن مثلا الـ الاخطاء اللي ممكن تصير، انه انت تعرف الفانكشن هذا بياخد 3 باراميترز، تروح لما تستدعيه تعطي له بس 2 باراميترز، معناها في واحد ناقص، معناها فيها مشكله، او تعطي له باراميتر نوعه خاطئ، هيطلع لك حاجه اسمها invalid argument invalid argument exception. برضو من الشغلات اللي مثلا بتعمل مشكلة، ان انت تعمل equal variable اصلا مش موجود، زي هيك هذا مش موجود اصلا. فلو جينا نعمل هيك فعليا طلع error، انت فيش حاجة عندك اسمها result، يعني انت مش معرف result، ولو معرف لازم تعطي له value، لو معرفه لازم تعطي له value. فايا كان نوع الايرور اللي بيطلع عندك، انت في الاخر بتقدر تعمل له او بتقدر تشتغل بطريقة التراي كاتش. انه انت تيجي هنا تقول له تراي كاتش، وفي الكاتش هنا بدك تحدد له نوع الاكسبشن بدك تاخده، يا اما بتقسم لانواع معينة، يا اما بتاخد البيرنت اللي هو الاكسبشن اللي بيشمل كل الانواع، واللي بيتبع كلاس الاكسبشن. وهنا ممكن تكمل كودك عادي، يعني ممكن تقول له برنت مثلا ايكو كود مثلا. اللي بصير يا سيدي، انه انت بتكتب الكود اللي بدك انك تفحصه، بتكتبه جوا التراي، لو ما صارش ايرور بيمشي الكود معك طبيعي. لو صار ايرور، يعني مثلا انت عندك لاين 1 وعندك لاين 2 وعندك لاين 3 وعندك لاين 4 مثلا، الان نفذ السطر الاول فيش مشكله، اللاين 2 فيش مشكله، لاين 3 صار في فيش مشكله، لاين 4 فيش مشكله، خلص بيجي هنا بعدك بنتقل هنا. طيب لنفترض انه في ايرور في لاين 3 ايا كان نوع الايرور، فهينفذ 1 وهينفذ 2 هيجي ينفذ 3، هيصير في ايرور فهيوقف تنفيذ 3 ومش راح ينفذ 4، هيجي من 3 هينتقل على البلوك اللي هنا، على الكود اللي انت حاطه هنا، هيخلص اللي هنا هيروح ينفذ لك هذا، فعشان هيك خلينا نعطي مثال. نيجي نكتب ايكو لاين 1 ايكو لاين 2 ايكو لاين 3 ايكو لاين 4، وهنا نعمل له في الاكسبشن ايكو
طبعا انت بتكتب اكتر، بتقدر تكتب اكتر من سطر جوه الكاتش عادي يعني. اكسبشن، وهنا يا سيدي بتقول له اوتسايد، بتقول له هنا اوتسايد. طيب نيجي نشوف، طبعا منطقيا اللي هيصير منطقيا، انا هنا مفيش عندي ولا ايرور، فهيطبع لاين 1 لاين 2 لاين 3 لاين 4 اوتسايد، يعني هذه مش هيدخلها اصلا لانه ما صارش عندي ايرور. كمان مره هو بدخل جوه الكاتش لو صار في عندي ايرور في الكود اللي جوه التراي، والشرط انه يصير عندي في الكود جوه التراي. لو يعني لو في عندك كود برا التراي قبل او بعد وصار في ايرور مش هيدخل في الكاتش، ملوش دعوه. هي الكاتش موجوده او بتدخل جوه بلوك الكاتش لما يصير في ايرور في الكود اللي جوه بلوك التراي، الكود اللي برا بلوك التراي ملوش علاقه فيه، وهينفذه عادي حتى لو صار ايرور يعني. ولو صار في ايرور برا بوقف من بوقف الكود من برا. فنيجي نجرب، هي طبعا لاين 1 2 لاين 3 لاين 4 اوتسايد، برضو خلينا عشان الامر يكون منظم اكتر شوي. بي ار، ونيجي هنا بي ار، طيب مفيش مشكلة كملها بشكل عادي. نفترض انه هنا عند لاين 3 صار في خلل، عند لاين 3 صار في ايرور معين، خلينا نعمل ايرور يدويا بدينا كأنه صار في ايرور، كأنه صار في ايرور. كيف اعمل ايرور يدوي؟ ثرو، اخذنا ثرو قبل هيك، ثرو نيو اكسبشن، هذا بقدر، هذا اكسبشن يدوي ان انا بعمل له بشكل يدوي. طبعا لو صار ايرور هذا سيميوليشن يعني، يعتبر لو صار ايرور فعليا هيعمل اكسبشن. فنيجي نجرب نشوف ايش بده يطلع. اللي صار كالتالي، عمل لاين 1 وعمل لاين 2، اجى على لاين 3 صار في ايرور، فهيوقف التنفيذ لهنا، هيدخل جوا بلوك الاكسبشن، هينفذ الكود اللي جوا البلوك الكاتش، هينفذ الكود اللي جوا بلوك الكاتش، بعدين هيكمل خلاص هيطلع من الكاتش ويكمل الكود اللي برا الكاتش عادي. فالكود اللي برا الكاتش بتاثرش، الكود اللي برا الكاتش بتاثرش. لو صار في ايرور جوا التراي، اللي برا التراي كاتش ملوش علاقه. لو صار في ايرور في اللي برا التراي كاتش كله بضرب، اللي جوا واللي برا ملوش دعوه. كمان مره، لو صار ايرور في الكود اللي جوا التراي، الكود اللي برا التراي بعد او قبله ملوش علاقه في الموضوع، لكن لو صار ايرور برا التراي ساعتها كل هذا بضرب. تمام، فزي ما احنا شايفين طبع لاين 1 لاين 2 اكسبشن اوتسايد زي ما حكينا. طيب كمان مره، هنا ثرو اكسبشن هذا يدوي، هذا يدوي كمان مره، هذا يدوي، لكن اي ايرور بصير، اي ايرور بصير راح يدخل في الكاش. طبعا انت ممكن تعمل بدل ما تستخدم البيرنت تستخدم الانواع الفرعيه زي اوت اوف رينج، زي انفاليد ارجيومنت، وممكن مش كاتش واحدة تعمل أكتر من كاتش. هذا مثلا تستخدم، أو هذا عشان معالجة الاكسبشن اللي اسمه invalid argument، هذا عشان معالجة الاكسبشن اللي اسمه out of range، عشان تعالج exception undefined variable، تعالج exception undefined index، ممكن تعمل أكتر من كاتش انت حر. لكن انت لو بدك تعمل اشي واحد عشان يعالج كل الاكسبشنز، لو انت فيش عندك فرق بين انواع الاكسبشنز بتكشف تفرق بينهم، تستخدم الاكسبشن هذا. الان انت ممكن تشوف المسج اللي بتطلع عندك، تشوف المسج بتاعت الايرور، تشوف مسج الايرور نفسها، بتقول له e.getMessage. فانكشن جيت مسج هذا فانكشن من كلاس الاكسبشن، بيجيب لك المسج بتاعت الاكسبشن، بيجيب لك المسج بتاعت الاكسبشن. احنا هنا ما طلعش، طيب نتاكد بس من الكود. طبعا بالمناسبه بس عشان اقول لكم شغله، انا عندي في الاعدادات البي اتش بي موقف الديباجنج، موقف الديباجنج، فعندي المسج هذا مش راح تظهر، يعني هذا المسج مش راح تظهر، وهذا نقطه مهمه جدا. اذا انت بدك المسج في اعدادات البي اتش بي، طبعا انا في عندي حريه ان اتحكم في اعدادات البي اتش بي لانه انا جهاز لينكس فبقدر اعمل بدي، لكن فاجس الويندوز عاده بيشتغل على الديفولت. فالديفولت عندك انه انت لما تكتب جيت مسج راح تعرض المسج على الاكسبشن عادي، بس انا موقف عندي الديباجنج، موقف عندي الديباجنج، يعني موقف عندي انه يطلع الاكسبشن في البراوزر، بيطلعها في حاجه اسمها لوجينج او حاجه اسمها ستاك. هذا موجود في الاباتشي سيرفر، انا بشوفه لاحقا يعني ملف منفصل لانه انا بشتغل نظام سيرفرات. لكن عندكم بالذات بيشتغلوا ويندوز او اللي مش لاعب في اعدادات البي اتش بي راح تبين المسج عندكم راح يرضى بشكل طبيعي. طيب هيك بنكون تعرفنا على موضوع الاكسبشن هاندلنج في البي اتش بي. الله يعطيكم العافيه.